الكريمين، اهلا ومرحبا بحضراتكم معانا في اولى حلقات برنامجكم كلام شريف. زي ما وعدناكم هنتكلم في كل تفاصيل حياه المواطن المصري والمواطن العربي. هنتكلم بكل وضوح في كل المشاكل الاجتماعيه. هنحاول نفهم ونحلل ونناقش ونضع حلول لهذه المشاكل. مشكلتنا النهارده هي ظاهره انتشرت في الاونه الاخيره، الا وهي مشكله الانتحار. ما الذي يدفع الانسان ان ينتحر؟ هل هي الأمراض النفسية ولا المشاكل الاجتماعية ولا بسبب اليأس والإحباط وقلة الحيل؟ للإجابة على كل هذه الأسئلة شرفنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري من علماء الأزهر الشريف. أهلا بفضلك. أهلا وسهلا ومرحبا. والدكتورة دينا موسى أخصائي طب النفسي، أخصائي استشارات استشاري أسري أسري وصحة نفسية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. السؤال، يا أهلا بيك فضلتك. أهلا وسهلا. لما الإنسان يكون عايش عيشة طبيعية، إنسان عايش عيشة عادية، يعني في وظيفة مرموقة تمام، وعايش في أسرته وبين أولاده والناس اللي بيحبوهم يحبوه، وفجأة حدثت لهم مشكلة، حدثت لهم مصيبة لا قدر الله، ما الذي يدفع الإنسان في هذه الحالة أن يفكر في الانتحار؟ هل هو ضعف الإيمان والبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، ولا الدين ليه رأي تاني؟ تفضل فضلك. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. حقيقة سعيد جدا بهذا اللقاء مع حضرتك الأستاذ شريف، مع الأستاذة دينا. إن شاء الله يكون لقاء مثمر بإذن الله تعالى. أولا يعني في هذه الأيام المباركة نتقدم لكل السادة المشاهدين والمتابعين بالتهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شهر ربيع ربيع خير على الأمة بإذنه تعالى. بالنسبة لهذا الأمر لو نظرنا لوجدنا أن يعني الإسلام هو عبارة عن عقيدة وشريعة. تمام. العقيدة هذه متمكنة في القلب، والشريعة هي عبارة عن الأعمال، العبادات، المعاملات، الأمور المتعلقة بالأعمال. فلو نظرنا إلى هذا الأمر اللي هو أمر العقيدة، أمر الإيمان الذي يملأ قلب العبد، فالإنسان لابد وأن تكون عنده عقيدة راسخة أنه لا يكون في كون الله إلا ما شاء الله وإلا ما قدر الله، فما من حركة ولا سكون إلا بإذن الله تكون، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو النافع الضار، هو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى. وأن يعلم كما ورد في الحديث أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ومرة إحدى بنات النبي أرسلت للنبي عليه الصلاة والسلام لشيء ما، فقال لها قولي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني ما شاء الله حصوله، ما قدره الله في الأزل لابد وأن يكون. تمام. وما لم يشأ الله حصوله هذا لا يكون ولن يحصل. فالإنسان إذا كان عنده هذا الأمر وهذه العقيدة راسخة في القلب لا تتزحزح ولا تتغير، فعند ذلك لا يبالي. لذلك النبي بيّن لنا في حديث آخر إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فحال المؤمن أنه في السراء شاكر وفي الضراء صابر، وهو شاكر لمولاه في كل أحواله وفي كل أوقاته. في حالة الرضا هو شاكر لله، في حالة يعني نزول البلايا ونحو ذلك هو صابر وراض وشاكر لله تبارك وتعالى، فعند ذلك لا يبالي. أما الذي يترك نفسه للشيطان، يترك نفسه للأهواء، يترك نفسه للخواطر السيئة تأتي به من هنا أو من هناك، وهذا الانتحار لا يدل على شجاعة، إنما يدل على جبن. هذا الإنسان جبان، هو ما استطاع أن يواجه
أعباء الحياة، ما استطاع أن يواجه المجتمع الذي يعيش فيه، فحاول أن يهرب حتى لو توفرت له. لذلك لو بصينا مش هنلاقي بس إن المنتحر اللي هو الفقير فقط أو الذي تعرض لبعض الأمور ضائقات المالية ونحو ذلك، بل هذا الأمر شمل كثيرا من المشاهير ممن معهم الأموال ونحو ذلك. فعند ذلك نعلم أن السعادة ليست في جمع المال، إنما الإنسان المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للعبد الصالح الذي يستعمله في طاعة الله تبارك وتعالى وليست على ملذاته وشهواته. فضيلة الشيخ، حضرتك قلت على موضوع الاعتقاد ان الانسان لما يكون عقيدته ثابته وراسخه بيكون ده بيدفعه الى الايمان وتقويه الايمان بالله سبحانه وتعالى. الانسان صاحب الافكار الانتحاريه بيكون جواه قوه صراع ما بين البقاء والحياه وما بين الموت والفناء. اعظم شيء بيسيطر على الانسان هي المبادئ والعقائد زي ما حضرتك ذكرت، ولكن في ناس بتبقى مسيطره عليهم العقائد المنحرفه، يعني عنده عقيدة هو فاهم اللي هي صح بس هي خطأ. زي الإنسان اللي بيقوم بعمليات انتحارية ده فاهم وعنده اعتقاد قوي جدا إن العملية الانتحارية اللي هو يقوم بيها هي بالنسبة له هيدخل بها الجنة، ولكن الاعتقاد ده اللي هو اتشكل جواه اتشكل من فراغ ولا البيئة المحيطة بيه هي اللي شكلته؟ زي برضه حد تاني بيكون عنده اعتقاد بان حياته ملهاش لازمه او ان ملوش مكانه اجتماعيه. الاعتقاد ده اتكون ازاي؟ هل اتكون من البيئه والاسره ولا اتكون من التعليم السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي والانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي وبنسمع، يعني عايز اقول لحضرتك في محتويات بتحث الناس على الاعتقادات دي. هو هذا يدخل فيه دور التربية بالأساس، يعني الإنسان ينبغي أن يكون يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالواحد مننا إذا كل واحد مننا لابد أن يكون رقيبا على نفسه ورقيبا على أهله. في عبارة دائما أقولها: المراقبة لا تعني التخوين، المراقبة لا تعني التخوين. يعني ايه؟ يعني انا لما اراقب ولادي اراقب زوجتي، بمعنى انه مش اتجسس عليها مثلا او اتجسس على ولادي، لا، اراقبهم بمعنى اتابع اخبارهم، اتابع امورهم، انظر مع من يمشون، مع من يجلسون. حتى دايما نقول للناس انه حتى لو ابنك بيروح المسجد، مش مجرد انه راح المسجد معناه انه خلاص هو صار في ضمانة، ده المطلوب بالاساس. لكن الان مع ظهور الافكار المتطرفة، الافكار الشاذة، الافكار المتشددة التي تتشدد في غير موضع التشدد، هذه الافكار التي دمرت كثيرا من المجتمعات، ينبغي ان ننتبه. لما اسيب ابني في المسجد لابد اعرف مش كل واحد اطلق لحيته، نعم، مش كل انسان اطلق لحيته او لبس لباس السنة ونحو ذلك معناه انه على صواب. لذلك النبي لما أخبرنا عن آخر الزمان وعن خوارج آخر الزمان قال: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، لا يجاوز إيمانهم تراقيهم. يعني معناه الإنسان ينتبه. فكم وكم النهاردة بتلاقي، وده حصل في كتير من الأماكن، بيكون ابنه ما شاء الله إنسان كويس نوعا ما، يريد أن يلتزم وأن يسلك طريق الطاعة، فيتعرف على بعض الأشخاص يماشيهم يجلس معهم، ثم بعد ذلك يتفاجأ أن ابنه دخل عليه يكفره، يريد أن يقتل أباه، يريد أن يقتل أمه. وكمان ده بالمناسبة النهاردة، وده احنا شايفينه على السوشيال ميديا وغيره النهاردة، يعني مثلا عندنا ذكرى زي ذكرى المولد النبوي الشريف، للأسف بالله على المواقع التواصل من يخرج يبدع ويفسق ولك احتفال وحرام وضلال وشرك، وحتى بعضهم كفر والعياذ بالله بدعوى أنه هذا الإنسان المحتفل أحدث في دين الله وأتى بأشياء ونحو ذلك. وبالأصل بيكون أمر فيه سعة، فيه متسع، وهو مندرج تحت أصل من أصول الدين ونحو ذلك. فينبغي أن ننتبه، لأنه هي بتكون مرحلة تبدأ بالتكفير بغير وجه حق وتنتهي بالتفجير. عشان كده كان في بعض مشايخنا عشان كده بتكون علينا بحثا الشخص اللي هو صاحب الأفكار الانتحارية ده
هو شايف نهاية الألم هو الانتحار هو لأنه كما أو ما بيسمهاش هو انتحار. كمان لأمر العقيدة مهم ليه؟ لأنه هذا الإنسان أنشئ على عقيدة باطلة، عقيدة فاسدة بدعوى أنها العقيدة الصحيحة، إنه الذي معه وجالس، عشان أقول الناس انتبهوا لأولادكم، خلوا بالكم عليهم، شوفوا هم بيقعدوا مع مين، بيتلقوا تعاليم دينهم من من، لابد من أهل الوسطية والاعتدال. فبيجي بيقول له إنه المجتمع اللي أنت عايش فيه مجتمع كافر ومجتمع جاهلي، وفي كتب للأسف وتفسير للأسف وبعض الأشخاص يقول لك المجتمع خطأ. الذي نعيش فيه مجتمع جاهلي مشرك، وأنت يعني أظن كان في ما حصل في بعض الأفلام أو المسلسلات إنه لما قالوا أنت هتطلع فوق في الجنة وإحنا مش عارف كذا، مزبوط. للأسف حقيقة هذا يلقى في عيون الشباب، كل ما ينعقد أو كل احتقاد بينعقد عليه القلب وتنطوي عليه النفس صعب تغييره، وبيجعل في صاحبه قوة للتمسك به والدفاع عنه والتضحية من أجله. نروح للدكتورة دينا من نفس السؤال. الشخص اللي عايش عيشة طبيعية وعايش عيشة مستقرة وفجأة خد قرار الانتحار بسبب صدمة، يعني فقد حد عزيز عليه أو فقدت حد عزيز عليها، فخد القرار في لحظة. هل الـ 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 الانتحار قرار لحظي ولا بيمر بمراحل وتمهيدات نفسية وعقلية بتؤدي للنهاية للانتحار؟ الأول بشكرك على حضوري معاك النهاردة في البرنامج، ومبروك برنامجك الجديد، وبهني الأمة الإسلامية كلها بمولد النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام. مفيش فعل بيصدر من الإنسان سيء إلا إذا كان ليه خلفية أسوأ. تمام. إن الإنسان يقبل على الانتحار لو في صدمة، دي ممكن تبقى حاجة مفاجأة فعلا. تمام. يعني هو مش ممكن مستوعب ممكن لأن في الصدمة يعني دي حضرتك يصاب مثلا بمرض نفسي أو بمرض عقلي يجعله غير مدرك لأفعاله وتصرفاته، بالضبط. لأن يعني إيه زي صدمة؟ الجنون اللحظي. هنعرف الأول الصدمة. الصدمة اللي هي إيه؟ اللي هي حدث بيفوق مستوى توقعات العقل. تمام. حاجة عقلك أصلا ما أدركهاش قبل كده، ما يعرفش يتصرف فيها، يتعامل معاها إزاي، فدي بتعمل لك صدمة. ان تمام. انت فقدت انك الادراك فيها، هتعمل ايه. في واحد ممكن مثلا والده يتوفى ما يصدمش، ممكن حد تاني القطه بتاعته تتوفى يتصدم. فالصدمه بتيجي حسب الترابط الشخص بالحاجه اللي ايه اللي فقدها. تمام. فبتفرق في الحته دي. الانتحار بقى بيبقى ساعات لاسباب نفسيه. تمام. نفسية دي اللي هي مثلا حاجات خاصه بالسيكولوجيا بتاعه نفسيته. هل الشخص ده ممكن يكون اصلا هو كان عنده امراض نفسيه بس ما كانتش ظهرت في لحظه وقوع الصدمه، ظهرت عنده؟ مش شرط. مش شرط. هقول لك على حاجه، المرض النفسي ده اصلا احنا ما اتولدناش مرضى نفسيين. تمام. احنا اتولدنا ناس طبيعيين جدا وسلوكياتنا كلها سويه. تمام. لكن مع التعامل والاحتكاكات والاسره، سواء تعامل الاب والام مع الابن او البنت، سواء الزوج او الزوجه تعاملاتهم مع بعضهم، سواء المجتمع وتاثره وتاثيره على الشخص، كل الحاجات دي احنا حاجات مكتسبه بتاثر. تمام. على نفسيتنا بعد كده. فهتيجي بقى تكملها بصدمه، فقدان حد عزيز او خساره مثلا حد خسر ماله، خسر بيته، خسر لا قدر الله حاجه مهمه في حياته. ده بيرجع نفسيا لايه؟ يعني هو الشخص ده خد قرار الانتحار نفسيا بقى، هل اللحظة في اللحظه دي ان هو عدم هو ادراك، حصل له حاجه خلل. عقليه بالظبط. يعني مش ولا حاجه نفسيه. لا، حاجه نفسيه، عدم ادراك. تمام. عدم ادراك للفعل اللي هو بيعمله، فاكر ان هو لما يعمل كده هو كده خلاص هيرتاح من الالام اللي هو فيها. تمام. ده معتقد غلط. تمام. بس بيجي مع الانسان اللي هو حصل له عدم، يعني ما حصل له، مفيش مساواه، مفيش تساوي في النفسيه بتاعته. تمام. سلوكياته نفسها فيها ضعف. تمام. وكمان الحته الدينيه، ان هو ما عندوش برضو الايمان القوي اللي يخليه يصبر ويحتسب او كده. طبعا ده يبقى في فرق كبير. ده برضو يخلينا اللي احنا الناس اللي بتحكم فضيله الشيخ على الانسان المنتحر بانه كافر وخارج عن المله، ممكن احنا ما ينفعش نحكم على الناس، يعني ما ينفعش نحكم على المنتحر ان هو في النار او في الجنه، وما ينفعش نحكم عليه اللي هو كافر او فعل كبيره من الكبائر. ولكن اللحظه الفارقه وبين اللي الدكتوره قالتها، ان ممكن في لحظه ضعف الانسان يصاب بمرض ذهني او يحصل له خلل في هرمونات المخ او فياخد قرار الانتحار. فاحنا الانسان اللي اقدم على الانتحار انسان كافر ولا فعل كبيره من الكبائر يحاسب عليها امام الله؟
هو يعني قبل أن نبين هذا الحكم، لو نظرنا زي ما الدكتورة ذكرت في مسألة عند نزول صدمة أو شيء أو فقدان عزيز ونحو ذلك، لو نظرنا إلى تعاليم دين الحنيف لوجدنا مثلا ورد في الحديث أن في الحديث القدسي عن رب العزة تبارك وتعالى يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن إذا ابتليته بفقد من يعز عليه فقده، الفيصل بقى إيه؟ فصبر لا جزاء له عندي إلا الجنة. الله. علشان كده العلماء يقولوا إيه؟ الصبر مر لكن ثمرته حلوة وليس أمرا سهلا. علشان كده ورد: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالجانب ده إذا موجود عند الإنسان مهما نزل عليه من البلايا والمصائب والمتاعب، نعم بتلاقي عنده قوة. بتشوف واحد مثلا وازاي متحمل كل ده وتلاقيه راضي ومبسوط وسعيد. ليه؟ لأنه يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. عشان كده بدأت بهذه النقطة. الأنبياء والصحابة وكل الناس دي مرت عليها أيام صعبة. وهو الإنسان لابد أن يضع في ذهنه ولابد أن يضع في اعتقاده أن الدنيا دار بلاء، ليست هي الحياة الحقيقية، إنما هي دار ممر. فمهما أصابه فيها من بلايا من هم من أمور فصبر وسلم أمره لله، فإنه يجازى في الآخرة خيرا، وقضاء الله نافذ، وإن اعترض على الله وقتل نفسه وفعل وفعل. هنا فضيلة الشيخ، الناس اللي بتقول إن المنتحر كافر، ما هنا بقى هنبين بقى الحكم، لابد من بيان الحكم في هذه المسألة. تمام. العلماء يقولوا المنتحر على قسمين أو حكمه على قسمان. تمام. إما أن يكون بهذا الفعل خرج من الدين، وإما أن لا يكون خرج من الدين. متى يكون خرج من الدين؟ إن كان فعله هذا فيه اعتراض على قضاء الله، اعتراض على ما قضاه الله وقدره، فكفره لا يكون لانتحاره أو لقتله لنفسه، إنما كفره بسبب أنه لم يسلم لأمر الله لقضاء الله وقدره، بل اعترض على قضاء الله. وأول كفر احنا عارفين حصل بسبب الحسد، وكان الاعتراض على الله لما حصل من إبليس. تمام. إبليس لو كان مثلا أمر بالسجود فلم يسجد وانتهى الأمر كان عاصيا، لكنه اعترض على الله تبارك وتعالى، إلا إبليس أبى واستكبر. فده ده المشكلة هنا، اللي هو كفر الإباء والإعراض، أنه لم يسلم، لم يرضى بقضاء الله وقدره، بل اعترض على الله عز وجل. عشان كده قلنا في كل الأحوال قضاء الله نافذ، سواء الإنسان منين سلم لله أو اعترض على الله، هو قضاء الله نافذ في الحالتين. أما إنه لو سلم لله يكون فائزا رابحا، ولو اعترض على الله يكون خاسرا والعياذ بالله. فده الحكم الأول. أو استحل هذا الفعل، استحل يعني قال إنه ده حلال وأنا أقدر أعمل اللي أنا عايزه ومش عارفه، استحل هذا الفعل. طيب. الله يقول في القرآن: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فده الأمر الأول. الأمر الثاني بقى اللي هو الحكم الثاني، يبقى حضرتك كده لو يائس من رحمة الله اللي هو اعترض على قضاء الله، فده كده بالنسبة ده يموت على الكفر. بيكون ليه؟ لأنه تمام. استحل ما حرمه الله. تمام. واعترض على ما قضاه الله وقدره، واعترض على الابتلاء، فده يبقى كفره ليس بسبب القتل ولكن لهذا الفعل. تمام. لهذا الاعتقاد، لهذا تمام. الأمر ده الأمر الأول. الأمر الثاني، لو هذا الإنسان هو يعني مسلم لله تبارك وتعالى وغير معترض على قضاء الله وقدره، إنما يعني ضاقت به الدنيا وضاقت به الحياة، فظن إنه المخرج الوحيد عشان يخلص من كل الهموم دي إنه هو ينتحر. في اللحظة دي هو كان مدرك لعملية الانتحار، هو مدرك. طب مدرك لكنه ليس كان عارف اللي هو لو مات هيكون فعل كبيرة من الكبائر، لكنه ليس مستحلا. تمام. لكنه ليس مستحلا لهذا الحرام، لكنه ليس معترضا على قضاء الله، انما هو ظن بنفسه انه ده المخرج، انه عشان اخلص بقى من الدنيا واللي فيها. الحته دي دايما بنقول ان مثلا ربنا الاعلم بيها، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الاعلم بنفسيه المنتحر. لا، وفي ساعه يقول لك الانتحر ده ممكن يكون اصلا هو كان فقد عقله قبل ما ينتحر، فما يتعاملش. دي بقى ده كلها امور تانية. عشان كده قلنا امور تانية. عشان كده قلنا الامر المتعلق بشقين، الشق الاول وذكرنا انه متى يكون كفرا، اما الشق الثاني
وده بالغالب بيكون عليه كثير من كثير الناس، صح. بالغالب العام بتلاقي كتير من الناس بهذه الطريقة، لا غير مستحيل لهذا الفعل وغير معترض على قضاء الله وقدره، إنما هو فكر أن المخرج الوحيد له من هذه المشاكل والمتاعب أنه يريح نفسه تمام. ويخرج من حتى هذه الدار. فيه والحديث ورد أنه اثنين من الصحابة، طفيل بن عمرو كان في صحيح مسلم، واحد تاني من الصحابة خرجوا إلى المدينة، فالمدينة في أول الأمر كانت تأتيها الحمى ونحو ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا وقال اللهم انقل حماها إلى خارجها إلى الجحفة ونحو ذلك. فالمهم حصل له بعض الأمور ومرض وتعب، فأخذ سهما وقطع برامجه، قطع صوابعه فسال الدم إلى أن مات. فرآه الطفيل في الرؤية، وهنا سيدنا الطفيل عرضها على النبي، رآه في الرؤية قال له ما فعل الله بك، رآه بحالة حسنة، قال له ما فعل الله بك، قال غفر الله لي بهجرتي إلى نبيه، ولكنه وجده قد غطى يده أصابعه، فقال له ولم تغطي يدك، فقال قيل لي إنا لا نصلح ما أفسدت في الدنيا. فالطفيل بن عمرو لما جاء إلى النبي وقص عليه ما رأى ونحو ذلك، فالنبي ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ رفع يديه إلى السماء لأنها قبلة الدعاء، وقال اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه يعني فاغفر، ممكن قالها ثلاثا. فهنا بيبين لنا إيه؟ بيبين لنا إنه لو كان هذا الإنسان كافرا ما دعا له النبي بالمغفرة. تمام. يعني تمام. النبي لا يدعو بالمغفرة. ما فيش حد يحكم على المنتحر بالكفر أو طيب. لأن ربنا هو الأعلم بعقلية المنتحر ونيته في الوقت طيب. ده. نوضح نقطة تانية عشان أنا عشان بيحصل. عشان, عشان طيب. الوقت بس فضيلة طيب. الشيخ الدكتورة دينا، لما بحثنا في الأمراض النفسية وجدنا أن الاكتئاب بيشكل 90% من الأمراض النفسية التي تؤدي للانتحار. كلنا بيجي لنا اكتئاب تمام، ولكن بيقعد معنا يوم اتنين تلاتة وبيكون زي نزلات البرد. بالضبط. امتى بقى الاكتئاب يكون خطر يؤدي إلى الانتحار؟ الاكتئاب امتى بيكون خطر؟ أخطر أنواع الاكتئاب الاكتئاب المبتسم. يعني ايه الاكتئاب المبتسم؟ اللي هو بيبقى الإنسان حياته طبيعية جدا وبيتعامل مع كل الناس بطريقة طبيعية، وهو أصلا في نيته ميول انتحارية، أو مثلا إن هو عاوز ينتقم، أو إن هو فالاكتئاب بيؤديه لسلوكيات غير سوية. دايما بنقول لأهل أو للأب والأم وكده، خلوا بالكم من أولادكم في حتة الاكتئاب دي، المعاملات السيئة دي بتأثر معاهم وبيكبر معاهم مع العمر وبيعمل لهم عقدة، ممكن بعد كده فعلا ينهي حياته ويحس إن هي تستاهل تنتهي. وبس عشان وقت الحلقه بس مش عايزين نطول. والله احنا عندنا اسئله كتير على الموضوع ده، مفيش وعايزه مشكلة حلقه ان شاء الله. 2 و3 احب اشكر فضيله الشيخ احمد سمير الازهري على وجوده معنا النهارده، بارك الله فيك، واحب اشكر الدكتوره دينا، وان شاء الله يتجدد اللقاء ان شاء الله. واهلا وسهلا ان شاء الله في حلقات تانية ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، ودي كانت نهايه حلقتنا النهارده. رسالتي لكل حد مقدم على الانتحار، حاول تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، حاول تاخد بالأسباب وتصبر على الابتلاء، ومش عيب أبدا لما يكون عندك أمراض نفسية إنك تزور طبيب نفساني أو إنك تتعالج، لأن صحتك الجسمانية وحياتك مع ربنا سبحانه وتعالى أهم بكتير من الخوف من المجتمع والخوف من الفضيلة. إلى هنا نصل لنهاية حلقتنا النهاردة، كنتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.